السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن، وحلقة جديدة من برنامج فيكم الخير. مكملين معاكم في برنامجنا، وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن بشارات للمؤمن في استقبال شهر رمضان الكريم. ومنورنا فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا بحياتك يا شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا بيك وحضرتك، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير يا رب دايما. عايزين نتكلم عن البشارات اللي بتيجي للمؤمن وما أكثرها في استقبال شهر الخير، شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله القائل سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة. أما بعد، رمضان هذا الشهر الفضيل الذي ذكر صراحة في القرآن الكريم، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن الكريم، يشتمل على 5 أحرف. رمضان على 5 أحرف. مظبوط. الراء رحمة. صحيح. والميم مغفرة. الله. والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النار، والنون نور من الله العزيز الغفار. المؤمن بين هذه 5، عندما يهل هذا الهلال الطيب المبارك فيستقبلنا أصلا رمضان، ونحن لا نستقبل رمضان أولا إلا بعد أن يستقبلنا رمضان. يستقبلنا رمضان؟ نعم يستقبلنا رمضان. هل هو اللي بيستقبلنا فعلا؟ نعم. يستقبلنا رمضان ببشارات لا حصر لها، الواحدة كفيلة بأن يجلس المؤمن في هذا الشهر ويتمنى أن تكون السنة كلها رمضان. فدي حقيقة والله. رمضان يستقبلنا أولا ببشارة: رمضان شهر خير وبركة. رمضان شهر خير وبركة فعلا. رمضان يستقبلنا ببشارة: تفتح فيه أبواب الجنان ولا يغلق منها باب واحد. الله. رمضان يستقبلنا ببشارة: تغلق فيه أبواب النيران ولا يفتح منها باب أبدا. رمضان يستقبلنا ببشارة، وأعظم بشارة: إذا كان أول ليلة في رمضان غفر الله لكل أتباع القبلة. الله. ده في أول ليلة ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للصائمين. هذا الذي يشهد هذا الشهر العظيم، شهر ارتبط فيه نور السماء بنور الأرض، جبريل بسيد الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالى في أول ليلة، إذا كان أول ليلة من رمضان، نظر الله إلينا. هذه بشارة، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. وبشارة أخرى يستقبلها الصائم في شهر رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بشارة حيث قسم رمضان 10 × 10 × 10، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه: رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. عروض الرحمة المتأصلة في أول أيام الشهر الفضيل، الله تعالى يعطيك على الفرض 70 فرضا، ويعطيك على النفل فرضا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير. خصلة، أي خصلة من خصال الخير، تصدق مع الله فيه، تصادق زميلك، تصافح من خاصمك، تطرق باب أختك، ترى أين قدمي أمك فتقبلهما. اوعى تقول زي اللي بيقولوا: أنا شايف أنه الخصام للأب والأم في أشده، وإلا من رحم ربي. للأسف في ناس كده كتير. أنا عاوز أقول للي هاجر أبوه واللي مخاصم أمه: أنت أمامك فرصة ذهبية، فرصة ذهبية، إما أن تكون
أو لا تكون. إما أن تكون مؤمنا تقيا صادقا مع ربك، صمت رمضان فيشهد لك ويشفع لك القرآن. طب إزاي هيشهد ويشفع القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب نهارا كاملا فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم ليلا فشفعني فيه. قال: فيشفعاني أو فيشفعان. إذن رمضان فرصة عظيمة ببشاراته، هكذا يستقبلنا رمضان. فبأي شيء نستقبل نحن رمضان؟ الله، ده هو بيستقبلنا احلى استقبال. فاحنا صح لينا كمان احنا كمان نستقبله احلى استقبال. وهنطلع مع حضراتكم لفاصل نشوف فيه تقرير لمؤسسة فعل خير، ونرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. الله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. محتاجين للناس دول وصلة مية. ست بتاعته عاوزة ترعاه وعاوزة ترعى ولادها، بتسيب ده كله وبتروح على 2 كيلو عشان تجيب جيركن مية. كان كويس وشغال والله، ما كان بيأخر عنا أي شيء، بس ربنا بقى ابتلى حاجات حلوة إن شاء الله يا رب ويغفر له. فإحنا عايزين بس حمام ومية، وهو نقضي يعني واجبنا مع العيال دي بقى طلعت بقى لله سبحان الله. وانتو كده زي ما شفنا مع حضراتكم، يعني ان هي تروح تجيب ميه وتدفع عليها فلوس قد طمن الميه وزياده شويه، دي حاجه الحقيقه صعبه قوي ما ترضيش اي حد. يعني ازاي بني ادم منا يا شيخ ابراهيم يغير من سلوكه علشان يقدر يعني يرتقي بروحه لاعلى عليين ويقدر يبقى حاجه كويسه ويقدر يساعد الناس اللي محتاجه المساعده دي؟ عشان الانسان يبدا يغير حضرتك في سلوكه، عشان ينظر بعين الحق، ما يبصش بعين أنا شفت وخلاص. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حضرتك أنا رحت آخر الدنيا وجبت لك الناس وجبت لك صورة الناس، عشان مش بتبص بعينك، أنا بقول بص بقلبك، عشان يبقى فيه رحمة متأصلة عند الإنسان اللي بيبص للناس المحتاجين، لأنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يبقى حضرتك هتبص للناس دول بقلبك، واعلم أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صحيح. هذا التقرير محتاجين في هذه القرية، قرية كاملة ليس فيها وصلة مية واحدة في الفيوم، عاوزين فيها 200 وصلة مية، 200 وصلة مية في 3000 جنيه. رقم كبير جدا طبعا، كتير طبعا. 3000 جنيه سهل ان احنا طبعا نروح سهل على اهل الخير طبعا، واحد طبعا شهر واحد نكون موصلين يا رب المية. قبل ما ينتهي شهر رمضان السنه دي نكون قدرنا نوصل لكل الناس دي. يا رب العالمين، ربنا ان شاء الله يكرمنا، وباكيد باهل الخير. صحيح. واكيد بالناس المشاهدين الكرام اللي هم عاوزين يحطوا ايديهم في ايدين ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: الاغنياء كلائي الله، والفقراء عيالي. فإذا بخل وكلائي على عيالي نزعت منهم المال وأدخلتهم النار ولا إبالي. لا حول ولا قوة. يعني أنا بقول لحضرتك بص برحمة، بص برحمة، أنا عاوز هنا 200 وصلة مية في 3000 جنيه، عاوز هناك 100 سقف في 5000 جنيه، سهم السقف 5000 جنيه، كما أن في مناطق تانية محتاجة أبار. لا وكمان قبل ما يبص برحمة يا شيخ إبراهيم، يبص إن هو لو المية قطعت عنده نص ساعة ولا ساعة البيت كله بيتقلب وما بيقدرش ينزل ولا يدخل الحمام ولا يخرج. يعني أنت ما جنزلتش ليه؟ أصل المية قطع عندي النهاردة. فبالك بقى ناس عايشة أصلا من غير مية، ناس أصلا عشان تجيب المية بتجيبها زي الذهب، يعني بتروح تشتريها وتجيب حد ينقلها لها، ومعظمهم يعني مرضى زي ما حضرتك شايف في التقرير. حقيقي. والست حضرتك بتقول بتسيب زوجها وبتسيب أولادها وتمشي 2 كيلو أو تركب عشان تروح تجيب جيركن مية على قد ما بتقدر تشيل وبترجع مرة تانية. عاوز بس أبشر أخويا اللي بيشوفني وبنتي ووالدتي اللي بيشوفوني، أقول لهم حضرتك أول ما بتوصل وصلة المية
هم هيفتحوا الحنفية. دي الحنفية دي ما بتنزلش مية، الحنفية دي بتنزل أجر ليك. آه والله. كل هي قطرة دي التجارة مية فعلا والله. كل صحيح. قطرة مية بتنزل صحيح. من وصلة المية بتاعت حضرتك أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. طب أجر إيه يعني الأجر اللي أنا بنسمع كتير الكلمة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يربي الصدقة لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد. الله. صدقة تكون مثل جبل أحد. هم يشربون ماء مجرد ماء، هو بالنسبة لك تبرع بالماء، وبالنسبة لهم حياة. حياة طبعا. بالنسبة يعني لهم حياة. بيستحموا بيها وبيطبخوا بيها اللي عنده دواء بياخده، واللي عايز الماء كل شيء. جعلنا من الماء وجعلنا كل شيء من الماء حي. كل شيء حي. صحيح. عشان أنا أرتقي بقى بروحي. صحيح. بروحي أنا عاوز أربي الروح الشهر ده. سيبنا بقى من الجسد، الجسد ده طعامه شرب. آه كله بيشرب وبياكل طول السنة. لكن صحيح. روحي عشان أنميها. طيب. وتبقى في أعلى عليين. إن أنا أشوف الراجل ده مؤسسة فعل خير الخيرية بتقول أنا عاوز وصلة مية. أجري أعمل وصلة مية. عارفة 3000؟ 3000 في 70 بآلاف ومئات وملايين الحسنات كالجبال. صحيح. الله سبحانه وتعالى يبارك فينا وفيكو، وإن شاء الله تعالى إيدينا في إيديكو تشارك بعض، واحنا متاكدين ان فيكم الخير عشان نعمل الخير. امين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام هنطلع مع حضراتكم لفاصل تقرير، مش فاصل، علشان نشوف عمل تاني واحد من اعمال مؤسسه فعل خير. نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. يمكن اهل القريه هنا اصروا ان احنا نروح لعم عادل عشان نشوف ظروفه، وان هو اكتر البيوت المستحقه هنا في القريه عشان نشوف ظروفهم. هما محتاجين ميه ومحتاجين حاجات كتير، بس هنا اهم حاجه عندهم الميه، لان ربنا تبارك وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. دي مش مياه، دي حياه بالنسبه لهم. يعني بق الميه اللي حضرتك بتشربه او الحنفيه اللي انت حضرتك بتشغلها، كل ده هما محرومين منه، هما محتاجينه. يا بخت اللي يفرج على الناس الكرب بتاعهم. الدين ليس دين صلاة والدين ليس دين صيام، الصلاة والصيام علاقة بينك وبين الله. أما الأمر الحقيقي اللي يجعلك تستظل في ظله يوم القيامة هي الصدقة وهو الإنفاق في سبيل الله. مشاهدينا الكرام، احنا في شهر الخير وفي شهر رمضان اللي بنستناه من السنه للسنه عشان نعمل فيه اللي ربنا يقدرنا عليه. اعتقد التقارير غنيه عن الكلام، ان الناس قد ايه على ارض الواقع محتاجه ميه ومحتاجه مساعده سريعه، محتاجه تدخل سريع. داخلين كمان على الحر وداخلين على شهور الصيف وحر الصيف، والميه دي تبقى اهم حاجه في الصيف يعني. جدا جدا حقيقه. يعني يمكن في الشتاء الناس شويه بتستغنى عن المياه حبه في الشرب، انما في رمضان في الصيف المياه دي 24 ساعه. يعني اكتر حاجه الواحد بيشربها في الصيف هي المياه. الماء هو الحياه طبعا. الماء لا غنى لانسان عنه، لا صباحا ولا مساء ولا ليلا. صحيح. ولا نهارا. صحيح. حضرتك قلتي كلمه جميله المره من اللي هو من شويه. ان المياه لو قطعت في البيت دقيقه، خمس دقائق، عشر دقائق، بتقلب كيان البيت كله. صحيح. ما بالكم هؤلاء المياه مش موجوده، مش قطعه المياه مش موجوده اصلا. صحيح. فاحنا بيكو هنعمل لهم المياه. احنا بيكو لازم الناس دي يفرحوا، واللي يدخل السرور على واحد ايه بقى الاجر؟ يعني ليه اجر برضه؟ انت كل حاجه ليك فيها كلام. طب تعالى كده اسمع كلام النبي عليه الصلاه. طب هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم. ايوه النبي عليه الصلاه والسلام كان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس. لو حضرتك انا دلوقتي سالت اي حد وقلت له افضل الناس، يقول اللي هو شغال في وظيفه كويسه، اللي عنده فرصة وعنده ارض وعنده عمارات وعنده عربيات، مش ده افضل الناس؟ لكن رسول الله له نظرة ثانية باقية. ما هو افضل الناس يا رسول الله؟ قال افضل الناس انفعهم للناس. صحيح. خير الناس انفعهم للناس. انفعهم للناس. طيب ما هي افضل الاعمال عند الله يا رسول الله؟ قال بمنتهى الثقة، بمنتهى الشفافية، بمنتهى الرحمة بالأمة، منتهى الوعظ اللي يجب أن يكون في أذن واعية. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب. صحيح. على قلب سرور تدخله على مسلم. حضرتك بتتبرع
بال3000 جنيه، بتتصدق بال3000 جنيه، حضرتك محتاج الخير. عارف انت محتاج الخير ليه؟ لان حضرتك اول ما تحط الصدقة ربنا سبحانه وتعالى بيقبلها بيمينه. ربنا سبحانه وتعالى بيظلك في ظله يوم لا ظل الا ظله. وده الباقي، يعني عندنا التجارة اللي في الحياة فانية، مش هياخدها معه وهو ماشي. صحيح. دي التجارة الباقية، او دي الحاجة اللي بيقدمها لنفسه في اخرته، لان دايما الناس بتفتكر ان التجارة الفلوس اهم، واعمل شغل اهم، واشتري كذا اهم. هو ده الشراء الصحيح، وهو ده الاستثمار الحقيقي. والتاجر لابد الانسان ان يتاجر مع الله سبحانه صحيح. وتعالى. طب هل الدولة بتشارك مع حضرتك او بتساعد او بتساهم او بتسهل في عمل الوصلات وفي يعني في الاجراءات اللي ممكن تحصل عشان نعمل العدادات دي؟ لولا حضرتك ان الدولة واقفة مع مؤسسة فعل خير ومع كل مؤسسات المجتمع المدني ما كناش هنقدر نعمل حاجة. صحيح. ما هي الدولة هي اللي بتشرف على التوصيل. الدولة هي اللي بتروح تعمل المعاينة عشان نشوف البيت ده صالح ليه ولا مش صالح ليه. الدولة هي اللي بتشيل 60% من تكلفة الـ 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 الوصلة. الدولة هي اللي بتعمل العداد. يعني حضرتك لولا احنا كلنا في مجال واحد. كمان الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني عملت صندوق تحيا مصر، عملت حياة كريمة بتساعد المحتاجين وبتساعد كل واحد فينا ماشي في 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 اتجاه. احنا ماشيين بمساعدة الدولة وتحت ظل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل انسان يعمل الخير. حضرتك بتديني التكلفة وبتشارك معايا لان اكيد فيك الخير، اكيد جواك الخير. اللي حابب يشارك بقى النهارده نقول له ايه واحنا في ايام رمضان الجميله دي اللي كله بيتسابق فيها لفعل الخير؟ على طول حضرتك قدامنا تلات ارقام تليفونات، ارقام تليفونات مظبوط، يتصل بيا ويتصل بينا. حضرتك هيقول عنوانه ايه وهو عاوز يتبرع بايه، والمندوب هيروح له لحد مكانه ويديه ايصال مختوم. مختوم الايصال، غير المختوم ليس له علاقة بنا. تمام. الإيصال المختوم مؤسسة فعل خير الخيرية المشهرة وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 2148 في الوزارة. الشيخ إبراهيم بيقول لكم أهو لو الإيصال جالكم مش مختوم لا تقبلوا هذا الإيصال تماما. تمام. تمام. هو حضرتك هيتصل بينا يقول أنا عاوز أعمل وصلة مية، أقول له ب3000 جنيه، يقول انا عاوز اشارك بسقف للناس اللي ما كانش عندهم سقف. هو عاوز يودي يوجه فلوسه طبعا او صدقته لفين، وزي ما يقول هنعمل. تمام. لو عاوز وصله ميه هنعملها ب3000 جنيه. تمام. عاوز يعمل السقف ب5000 جنيه. تمام. عاوز يعمل نخله ب5000 جنيه، صك النخيل ب5000 جنيه. تمام. صك في المسجد ب5000 جنيه. طيب. عاوز يعمل سهم في البير ب5000 جنيه، عاوز يعمل بير كامل ب30000 جنيه. خلاص احنا مشاهدينا الكرام هنستنى تليفوناتكم للمؤسسة، وان شاء الله في خلال رمضان نعمل الخير كتير. هنطلع تقرير دلوقتي تاني ونشوف تقرير تاني لمؤسسة فعل خير، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم. انت عاوز تشرب من حوض النبي؟ اسقي الناس دي. عاوز تشرب من الرحيق المختوم؟ اسقي الناس دي. عاوز ربنا يظلك بظله يوم لا ظل الا ظله؟ الناس دي لازم تشرب ميه نظيفه. الحقيقه بعد اللي شفته في التقرير الاخير ده، عايز افكر حضراتكم بحاجه مهمه جدا. زمان واحنا صغيرين شويه ولغايه دلوقتي، لما في اي منطقه كانت الميه بتقطع كان دايما يقول لك ايه الميه هتقطع بكره، الميه هتقطع مش عارفه ايه. كنا بنملى كل حاجه في البيت. انا فاكره كنا بنملى البانيو وبنملى الجراكن وبنملى الحلل وبنملى كل حاجه تحسبا لفكره ان الميه هتقطع يوم او نص يوم او اي حاجه. وكلنا مر علينا الحقيقه الموقف ده، لما منطقه معينه بيقال ان هيقطع عنها المية بكرة أو بعده لأي عمل من أعمال التصليحات في المنطقة دي، قد إيه بنبقى في ربكة رهيبة. فأنا شفت الست فاتية شايلة الحلة، افتكرت الحلل زمان لما كنا كمان بنملاها علشان المية هتقطع، خايفين بس من فكرة إن المية تقطع شوية عن البيت. هندخل الحمام إزاي وهنطبخ إزاي وهنعمل إيه؟ حتى البانيو كنا فاكرة كنا بنحط السدادة في البانيو ونملى البانيو كله مية تحسبا لو احتاجنا مية علشان الحمام أو حاجة. صحيح حضرتك. المية حياة. صحيح. المية حياة، ما فيش لا غنى عن المية. عاوز تتوضى، حتى عاوز تتقرب لربنا بيبقى لازم تصلي، لازم تتوضى. لازم تتوضى مظبوط. يبقى اذا لازم الميه، لازم الميه. ان شاء الله رب العالمين كلنا امل وكلنا عشم،
وكلنا يعني ثقة في أهل الخير، إن شاء الله إن هم هيمدوا إيديهم ويشاركونا. أنا ما بقولش في حد في اللي هيتبرع ليه منا أو فضل على اللي هيتبرع عليه، لا إحنا صحيح. نحمد ربنا إن إحنا نلاقي اللي ياخد مننا الصدقة. صحيح. معقول؟ صحيح. احمد ربنا. عارف ليه حضرتك؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن مجرد أن المسكين ياخد من حضرتك الصدقة بيطهر مالك، لأن محدش كلنا كله ابن آدم خطاء. مهما تكون ثقتك في أنك أنت راجل ماشي على المظبوط، لازم فيه هنات ولازم فيه هفوات بيقع فيها الإنسان. تطهر نفسك وتطهر مالك وتطهر دينك وتطهر عرضك وتطهر. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يفك كربك، تصدق. مزبوط. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يهدي ولدك العاصي، تصدق. عاوز ربنا سبحانه وتعالى يسر بنتك لزواج ويهدي لها زوج صالح ويهدي لها زوجها اللي هو ساعات وساعات برضو تصدق. يبقى بالصدقة تكشف الكروب، بالصدقة تغفر الذنوب، بالصدقة يسقى صاحبها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسقى من الرحيق المختوم. صحيح. بالصدقة يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بالصدقة أيضا تجلس في ظلها حتى يقضي الله بين الخلائق. آمين يا رب العالمين. ربنا يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين يا رب العالمين. مشكورة جدا شيخ إبراهيم، ونشوف حضرتك إن شاء الله الحلقة الجاية. مشاهدينا الكرام، اتكلمنا في حلقتنا النهاردة عن التغيير في حياتنا، واتكلمنا عن البشارات اللي بتيجي للمؤمن. شوفنا إن شهر رمضان ممكن يكون بداية حقيقية للتغيير، بداية لحياة جديدة. حاولوا تتغيروا للأحسن وابدأوا بفعل الخير، ساعدوا المحتاجين وقفوا جنب بعض، واوعوا تنسوا الصدقة. الصدقة بركة والبركة خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفوس الناس. اعملوا الخير، وزي ما اتفقنا ارموه دايما في قلوبكم، اوعوا ترموه في البحر. اشوفكم على خير بكرة وحلقة جديدة وشهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.